باضت الأنثى وماتت. ماتت وهي جالسة على البيت. إذا الطيرة أو الأنثى، خلينا نحكي في طيور الزينة بالذات لأنها بتعيش بالأقفاص، ما أخذت الغذاء الكافي من الأحماض الأمينية والأملاح والبروتين، راح يصير معها هذا الموضوع. ليش؟ الأنثى دائما بتأخذ جهد أكبر من الذكر لحتى توضع البيض، وفي عندها جهد لموضوع الحضانة، وفي عندها جهد لإطعام الفراخ في الأيام الأولى في الأسبوع الأول، وفي عندها جهد كبير لحتى يجهز معنقود البيض عندها. فإذا ما أخذت الأنثى الغذاء الكافي تبعها في فترة التجهيز، راح تدخل في موضوع الموت، أو تدخل في موضوع أنه ممكن بعض الإناث أنها تلف العش وما تبيض كمان. هاي من أحد ما في عناصر ثانية، أو في كمان مشاكل ثانية بتمنع الإباضة، بس إحنا نقطتنا أنه الأنثى تستضعف، بحكي لك الأنثى سيفت عندي وماتت فجأة. فهذا سبب نقص في التغذية والسرعة في تجهيز الطير بالوقت القليل جدا، يعني خلص انه ضوء عليها الطير لانه الاضاءة بتشغل ضوء عليها وما اخذت الغذاء الكافي، هون بصير عملية عكسية للطيرة فبتموت.